فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد بدا لي أن أذكر إخواننا الحاضرين في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله ومن يبلغهم كلمتي بأمر أظن أن كثيرا من المسلمين هم عنه من الغافلين، وليس يخفى على أحد بأن تذكير الناس بما هم عنه غافلون وله جاهلون أولى من أن نطرق مسامعهم بأمور طالما سمعوها من الخطباء والمدرسين والوعاظ ومن الإذاعات ونحو ذلك من الوسائل التي يسرها الله عز وجل في هذا العصر الحاضر. ولما كان من قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، فلا شك أننا نأخذ منه أن نفع الناس إنما يكون بتعليمهم بما هم له جاهلون أو بتذكيرهم بما هم عنه غافلون. ومن هذا القبيل أن نعلم ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، فإن من المذكور في بعض الكتب الفقهية أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة. ومعنى هذا أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام أختها المسلمة وقسمها الأعلى، نصف بدنها الأعلى عار مكشوف، وكذلك ما تحت ركبتيها. والذي أريد أن أذكركم به هو أن نعلم قبل كل شيء أن هذا الحكم ليس له دليل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشيء آخر أن كتاب الله يدل على خلاف هذا التوسع في تحديد المرأة عورة المرأة مع أختها المسلمة. إن علماء التفسير يذكرون أن هناك بالنسبة للمرأة زينتين، زينة ظاهرة وزينة باطنة، وأخذوا هذا من آيتين كريمتين. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن للرجال الأجانب إلا ما ظهر منها. فالزينة الظاهرة لها علاقة بالأجانب، والزينة الظاهرة كما ثبت في غير ما حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالنسبة للمرأة الوجه والكفان فقط.
وما سوى ذلك فهي الزينة الباطنة، وهي التي لا يجوز لها أن تظهر شيئا منها أمام الغرباء عنها. أما الزينة الباطنة فهي مما أباح الله عز وجل أن تظهرها لمحارمها كلهم ولنساء المسلمين في الآية المعروفة حين قال ربنا عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. وهكذا يسرد ربنا عز وجل تتمة المحارم حتى يقول: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فقوله تبارك وتعالى: أو نسائهن، فيه دلالة صريحة على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها الباطنة ما تظهر لأبيها ولأخيها وأختها وغير ذلك من المحارم. فكذلك عورة المرأة مع المرأة المسلمة محدودة بهذه الزينة الباطنة. ولنفهم ما هي الزينة الباطنة يجب أن نرجع إلى ما كان عليه النساء في الجاهلية وقبل دخولهن في الإسلام، وحينما آمن بالله ورسوله وتبنوا الإسلام دينا جاءت هذه الأحكام تبين لهم لهذه النسوة ما يجوز لهن بالنسبة للأجانب، وهو الوجه والكفين فقط فهي الزينة الظاهرة، وما يجوز لهن بالنسبة للمحارم وهي الزينة الباطنة. فما هي الزينة الباطنة؟ هنا يجب أن نقف قليلا عند تفسير العلماء لقول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ما المقصود بهذه الكلمة لا يبدين زينتهن؟ هل المقصود الزينة نفسها أم موضع الزينة؟ أي هل معنى الآية لا يبدين مواضع الزينة ولو لم يكن عليها شيء من الزينة، أم المقصود لا يبدين تلك المواضع وعليها الزينة؟ قولان العلماء، ولا شك أن القول الصحيح الذي يعتمده علماء التفسير إنما المعنى هو لا يبدين مواضع الزينة وليس المقصود لا يبدين الزينة. ذلك لأن المرأة إذا أخذت عقدا تضعه على صدرها في يدها فقد أبدت الزينة، فهل هذا هو الذي نهيت عنه؟ الجواب لا، وإنما نهيت عن إبداء الزينة وهي في موضعها. فإذا المقصود من الآية ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم ثم للنساء المسلمات كما ذكرنا. ومعنى هذا أننا نستحضر في أذهاننا أن هناك مواطن لم يكن حتى هذه الساعة من عادة النساء أن يضعن زينة عليها. فمثلا في الفخذ زينة؟ الجواب لا. هل في الظهر زينة؟ الجواب لا. هل على الثديين زينة؟ الجواب لا. هل تحت الأبط زينة؟ وعدوا ما شئتم، كل الجواب لا. لا، إذن ربنا عز وجل في هذه الآية إنما أباح للنساء أن يظهرن للمحارم مواضع الزينة من أبدانهن، ليس إلا مواضع الزينة من أبدائهن، لا أكثر من ذلك أبدا. ولكي نتأكد من هذا المعنى يجب أن نستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة
فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني تطلع إليها وأوحى إليها بما يوحي بإشتانها، بمثل ما لو قال الشخص الآخر أهلا وسهلا، ما أجملك، ما أحسنك، ما أحلاك، وهكذا. المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. إذن هذه المرأة التي هي كلها عورة إلا ما استثنى الشارع، فقد عرفنا من الزينة الظاهرة أن الشارع أكثر ما استثنى بالنسبة لزينتها الظاهرة أمام الأجانب إنما هو الوجه والكفين فقط، وبالنسبة للمحارم إنما استثنى مواطن الزينة. فما هي مواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذلك محصور في مواضع معروفة. أول ذلك مثلا الأساور في المعصم، ثاني ذلك الدملج التي أو الذي كان يوضع في العضد، في عضد المرأة، ثالثا الطوق، سلسلة توضع على الرقبة وعلى شيء من الصدر، أخيرا الخلخال الذي أشار ربنا عز وجل إليه وبين أنه من الزينة الباطنة حين قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكانت المرأة التي تنحرف ولو بعض الشيء عن الحجاب الشرعي والآداب الإسلامية التي يجب على المرأة المسلمة أن تتزين بها وأن تتخلق بها، أنها تضرب بأرجلها ليسمع الرجال صوت الأجراس التي كانت توضع على الخلخال فيكون له رنة، فهذه الرنة تلفت نظر الرجال إليها. هكذا كان يفعل بعض النساء ولا سيما في أول الإسلام حينما كانوا حديث عهد به، فأدبهن الله تبارك وتعالى بهذه الآية فقال ولا يضربن بأرجلهن ليخفين ما ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن هذه آخر زينة معروفة في زمن الإسلام الأول. فإذا ما علمنا من الآية السابقة أن الله عز وجل أباح للنساء أن يظهرن مواطن الزينة، وقد عرفنا هذه المواطن، فينكشف لنا بوضوح ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تظهر بها أمام أبيها وأخيها وابن أخيها ثم بالنهاية أمام نساء المسلمات. إذن عندنا اليد والذراع وإلى قريب من العضد حيث كان الدملج، ثم عندنا الرأس حيث عليه شيء من الزينة في الأذنين والعنق كما ذكرنا، ثم القدم وشيء من الساق الذي عليه الخلخال. هذا هذه المواطن التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تكشفها أمام محارمها وأيضا أمام أختها المسلمة. والآن كيف يعيش المسلمون في بيوتهم؟ يعيشون بتعري أشبه ما يكون بتعري النساء اللاتي لا يعرفن دين الله تبارك وتعالى. لا أدري ما مبلغ هذا التعري في البيوت لأني حديث عهد بهذه البلاد، لكن عندنا في سوريا وفي مصر حدث ولا حرج عن توسع الناس في بيوتهم بالتكشف، تكشف المرأة عن شيء كثير من بدنها فوق ما أباح الله لها من إظهاره، ألا وهو مواطن الزينة فقط. مثلا
قد ابتلينا باللباس القصير الذي ليس له أكمام، اللباس الداخلي، والذي يسمى في لغة العرب القديمة بالتبان، ويعرف اليوم بالشورت، بنطلون الشورت القصير الذي يظهر دونه الأفان. فالنساء اليوم تلبس، الأم والبنت، مثل هذا اللباس القصير، فتجلس البنت أمام أمها بل وأمام أخيها الشاب الممتلئ فتوة وشهوة، فترفع رجلها وتضع على فخذها ويظهر فخذها مكشوفا عاريا، بحجة ماذا؟ بحجة أن ما في حدا قريب، هذا أخوها. هذا خلاف الآية السابقة، لأن الله كما ذكرنا إنما أباح الكشف عن مواضع الزينة، فالفخذان لم يكونا يوما ما مواطن للزينة، وعسى أن لا يكون ذلك أبدا. كذلك تخرج المرأة أمام أخيها، فضلا عن أنها تخرج كذلك عن أمام أبيها وهي عارية الزندين. هذا خلاف النص السابق، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فهنا العبد ليس زينة والإبط ليس زينة، فكل هذا باق على التحريم في حدود تصريح قوله عليه السلام المرأة عورة. وأكثر من ذلك يقع، تدخل المرأة الأم الحمام، حمام المنزل، فتأمر ابنتها بأن تدلك لها ظهرها، فتكشف عن ظهرها وعن ثدييها والقسم الأعلى كما قلنا من البدن، ولا حرج إطلاقا. من أين جاء هذا؟ مع أن الآية صريحة بأنه إنما أجاز ربنا عز وجل للمرأة أن تكشف فقط عن مواضع الزينة، والصدر ليس موضع للزينة، والظهر ليس موضع للزينة. لذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعيشون في بيوتهم في حدود السترة التي رخص الله عز وجل لهن بها، فلم يكن هناك هذا التعري الذي فشل اليوم في البلاد الإسلامية. وأنا أريد أن أذكر بهذا المفهوم الصريح في القرآن، وأن نتأدب بأدب القرآن، وأن نعدل بذلك نساءنا وبناتنا، ولا نتأثر بالأجواء المحيطة حولنا، لأن هذه الأجواء إنما تحكي تقاليد أوروبية كافرة في الغالب. وإذا علينا أن نقف عند هذه الآية، ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال تعالى أو نسائهن. والنساء هنا هن النساء المسلمات، ولذلك هنا أدب آخر يجب أن نتنبه له، وهذا يقع في هذه البلاد التي امتن الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير. فقد رأيت هذه البلوى حيث لا نراها في البلاد الفقيرة الأخرى، وهي استكثار المسلمين من استخدام النساء الكافرات فضلا عن الرجال خدما له في بيوتهم. فتدخل المرأة الخادم الكافرة إلى غرفة المرأة المسلمة وهي كما تقف أمام زوجها، هذا لا يجوز. يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب أمام المرأة الكافرة كما لو كانت هذه المرأة رجلا مسلما طبعا كافر. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة، لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة. ولذلك فلم يكن عبثا قول الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات، وقال أو نسائهن، ولم يقل أو النساء
فيشمل حين ذاك النساء كلهن سواء كن مسلمات أو كافرات. لم يقل شيئا من ذلك، وإنما قال أو نسائهن. فلا يجوز إذن للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة، وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ما أردت أن أذكر به وذكرى تنفع المؤمنين. والآن تلقى ما عندكم من أسئلة لنجيب عنها فيما يسر الله، وإذا كان أحد له ملاحظة أو سؤال حول هذه الذكرى فعسى أن نتعاون في فهم ذلك السؤال أو إزالة ذلك الإشكال. ما حكم يعني أن تنكشف يعني المرأة يعني على أمها في أثناء فترة الولادة أو يعني لها اللي هي فترة الضرورات وغير المعبورات؟ وقلنا أنه ما يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لتكشف عن عورتها أمام المرأة فضلا عن الرجل إلا للضرورة. فالآن أنت تعيد في السؤال وليس له علاقة بالبحث السابق إطلاقا، والجواب معروف، ضرورات بالمعذورات، ما في ضرورة فلا يجوز. في بعض أسئلة متعلقة في موضوع النساء. نعم. يقول ما حكم ذهاب النساء إلى النساء التي عملن مزيلات للشعر حيث تكشفن عليهن تكشفا أحيانا كليا؟ هذا أيضا سؤال لا محل له من العرب، ما فهم الجواب من البحث السابق. ماشي. ما الحكمة من عدم كشف شعر المرأة المسلمة أمام الكافرة؟ بمناسبة هذا السؤال أريد أن ألفت النظر، حكم التشريع ليست مبينة في الكتاب والسنة، وإنما يمكن الوصول إلى بعضها بالنسبة لطريقة الاستنباط والتفكر ومن بعض العلماء وليس منهم جميعا. ونحن نعلم أن كثيرا من الأحكام الشرعية تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وطلب منا أن نسلم بها تسليما امتحانا لنا أن نؤمن أم نكفر. فإذا كان هناك حكم شرعي وجب الانقياد والاستسلام له مباشرة، إن تبين لعالم ما حكمة ما فلا بأس من إظهارها، ولكن بشرط أن لا يعتاد المسلمون على أن لا يتقبلوا أحكام الله المنصوصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله إلا إذا عرفوا الحكمة، حينئذ هذا ينافي الإيمان والتسليم. فبالنسبة لهذه المسألة نحن نقول قد عرفنا من الآية السابقة أن المرأة عورة بالنسبة للكافرة كالرجل. ما الحكمة؟ قد يقول قائل ونفترض أنه هو أنا لا أدري، فماذا يكون موقف السائل إذا سمع الجواب لا أدري؟ هل يبقى شك في نفسه لأنه شيخ ما عرف حكمة هذا الحكم الشرعي؟ طبعا يجب أن لا يكون موقفه كذلك، وإنما يجب أن يسلم تسليما كما هو نص القرآن الكريم. أما هل هناك حكمة ظاهرة؟ فمن البين أن المرأة الكافرة شعورها وذوقها وتربيتها تختلف كل اختلاف كما نشاهد عن تربية المرأة المسلمة، فهي مثلا لا تتحرج أن تخادن رجال وأن تصادقهم وأن تخرج معهم في الخلوات والفلوات إلى آخره، ذلك لأنه لم يبقى عند هذه النسوة شيء مما يعرف في لغتنا الإسلامية بالغيرة. إن سعدا لغيور وإن الله لأشد غيرة من سعد، ومن أجل ذلك حرم المحارم. الكفار ليس عندهم شيء اسمه الغيرة، حتى سمعت أن في بعض اللغات الأوروبية لا يوجد لهذه اللفظة العربية مرادف في لغتهم.
لأنهم لا يعرفون غير ما هي. فالشاهد لما كانت المرأة الكافرة بهذه المثابة فهي حينما تخالط المرأة المسلمة وترى شيء من زينتها الباطنة كما ترى المرأة المسلمة فقد يكون سبب يكون ذلك سببا يدعوها إلى أن تصرف ملامح هذه المرأة وجمالها إلى بعض الرجال سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين فيكون ذلك سببا لفتح الطريق لتقع هذه المرأة في فتنة لا قبل لها بردها. قد يكون هذا من الحكمة. وأنا في النهاية أقول إن كان هذا صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي لكن عليكم أن تتبنوا حكم الله وأن تسلموا له تسليما. جاء عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترها. نرجو بيان معنى هذا الحديث. هذا الحديث له علاقة بالبحث السابق أي أن المرأة إذا زارت امرأة في بيتها ولو لم يكن هناك أحد من الرجال فلا يجوز لها أن تكشف عن مواطن زينتها إلا بالمقدار الذي سمح الشارع به. أما إذا كان هناك رجال فيجب أن تظل في حجابها الذي تمشي فيه الطرقات. هذا معنى هذا التهديد الوعيد أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أبيها أو زوجها. عدة روايات فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. وهذا معناه باختصار أنه لا تكشف عن عورتها أمام المرأة المسلمة وقد عرفنا أنها كلها عورة إلا مواضع زينة وهي أماكن معروفة. الحديث عنهن فإنهن ملعونات. وإذا صحت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة اللعن؟ الذين يضعفون هذه الزيادة هم في الواقع مبتدئون في هذا العلم ويظنون أن كل راو تكلم فيه بجرح يصبح هذا الراوي حديثه ضعيفا وليس الأمر كذلك. فهناك قواعد كما كنا وجهنا إليكم نصيحة بوجوب تعلم أصول الفقه وتعلم أصول الحديث حتى لا يقع طالب العلم في شيء من الخطأ فقها أو حديثيا. وهناك قواعد تقول في المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل مع بيان سبب الجرح ثم بعد هذا البيان لابد أن يلاحظ هل هذا الجرح المبين هو في نفسه جرح يسقط الاحتجاج بحديث هذا الراوي أم هو قد يكون جرحا وقد لا يكون جرحا. ونحن نعلم من دراسة تاريخ كثير من أئمة الحديث وحفاظهم أن بعضهم كان عنده شدة في الجرح وكان يسقط الاحتجاج بالرجل لأدنى سبب. مثلا قيل لأحدهم لماذا لا تروي عنه؟ قال لأني رأيته راكبا برذونا وما أدري لعل البرذون غير معروف عندكم في بلادكم. البرذون هو فرس أو جنس من الفرس لكنه مكثلذ اللحم وصغير الحجم ثم مشيته تختلف عن مشية الفرس المعروف. مشيته سريعا يمشي هكذا ومن طبيعة الراكب يتمايل هكذا كأنه يمشي الخيلاء. وهذا كان إلى عام قريب عندنا في سوريا يلتقيه طبقة معينة من الناس وهم الجباة الذين كانوا يجمعون من الفريانين الذين يخبزون الخبز وكانوا يومئذ يشترون القمح من المطاحن قبل أن تأتي هذه البلايا إلى كثير من بلاد المسلمين
التي تسمى بالاشتراكية وغيرها، حيث وضعت الدولة على كل مرافق الأمة، فكان الطحين يومئذ والقمح والشعير حر، فكان التاجر الطحان يشتري ما شاء الله من القمح ويطحن، ويجوا الفرانين يشتروا من عندهم في كل يوم حاجتهم، لا يدفعون الفلوس إلا بعد شهر أو شهرين. لهؤلاء الطحانين جبات يركبون هذه البراغيث، فكانوا يمشون في الطرقات ويمرون على الفرانين ويجبون ثمن تلك ذلك الطحين. هذا النوع من الفرس وهو المسمى بالبرزون له هذه المشية التي توحي إلى الناظر إليه وإلى منتطيه بأنه كأنه يختال. فذلك المحدث قال رأيته راكبا برزونا. لو دققنا النظر هذا لا يعتبر جرحا، هذا ركبه خيلاء أم ركبه لحاجة. لا يستطيع أن يقول إنسان كل ما ركب هذا البرزون إنما ركبه للخيلاء، كما لو فرضنا اليوم مثلا أن الإنسان منعم عليه كما هو الشأن في بلادكم بيركب سيارة مما يعرف عندنا في بلادنا كادلاك، يعني شيء ممتاز وأوتوماتيك وإلى آخره. فهذا لا يمكن أن يقال كل ما ركب هذه السيارة فهو ساقط بالرواية لأنه ركبها خيلاء. قد يركبها رجل فاضل متواضع وقد يركبها أيضا رجل متكبر. الخلاصة الراوي المجروح لا يسقط من درجة الاعتبار بل الاحتجاج بحديثه إلا إذا جرح بجرح مكشوف. فتأتي في ترجمة بعض الرجال أقوال مختلفة، منهم من يوثقه منهم من يضعفه، فيذهب بعض المبتدئين في هذا العلم أن هذا ما دام رجل متكلم فيه فإذا الحديث ضعيف. لا، هناك مرتبة بين الرجل الضعيف حديثه وبين الرجل الصحيح حديثه، وهو من يكون حسن الحديث. وهذه من الدقة بحيث أن الحافظ الذهبي رحمه الله، وهو من تعلمون في الحفظ والنقد، وهو صاحب الكتاب المشهور ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال من أدق علوم الحديث مع تمييز الحديث الحسن بين الصحيح والضعيف. فهذا الذي يريد أن يحكم على هذا الحديث والضعف، ترى هل وصل إلى هذه المرتبة أو قاربها بحيث يستطيع يميز الحديث الحسن من الضعيف والصحيح مع قول الذهبي هذا أن هذا من أدق علوم الحديث؟ خلاصة أن هذا تعجل من بعض طلبة العلم من إخواننا الذين ربنا عز وجل شرح صدورهم للاشتغال بهذا العلم الشريف، حيث عارض عنه كبار الرجال والمشايخ، فنحن ننصحهم بأن يستمروا في هذه الدراسة ولا يتعجلوا في إصدار الأحكام التي يتبناها أو تظهر لهم. هذا من حيث جواب عن مرتبة الحديث. أما على الجواب على الشق الثاني من السؤال وهو على افتراض ثبوت الحديث، فتطبيقه كما قلنا أكثر من مرة كما يطبق القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، حين قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا فرق أيها المسلم بين أن ترى امرأة تمشي متبرجة في الطريق أو رجلا كاشفا عن فخذيه، هذا خالف الشرع وتلك خالفت الشرع. فما يتفعل؟ لو كنت في دولة تحكم الإسلام لكان أقل ما تستطيع أنك تقرأ ليس بالعصا وإنما أقول بالكلام، وتنهره وتأمره بأن يسر عورته وليس له عليك من سبيل. أما اليوم لو فعلت شيئا من ذلك
فلربما يكون في بعض البلاد أن يكون مصيره إلى السجن. إذن لذلك نحن اليوم لاحظنا هذا التحلل وعدم وجود ناصر للآمرين المعروف أنها منكر، أنها المنكرات في الطرقات الشائعة، ونكتفي بالإنكار بالقلب ونقول ربما بلساننا في ذوات أنفسنا اللهم هذا منكر لا نرضى به. وأيضا هذا المنكر وهو المرأة المتبرجة كأي منكر آخر تستطيع تغيره بلسانك على أقل اليوم ما تستطيع، بتقلك أنا حر وإيش أنت لك علاقة فيه كذا، وربما تساعد الشرطي والشرطي يأخذك إلى المخفر، وبعد ذلك تقع أمور يعني سيئة ما ندري إيش عواقبها. فإذا كنت لا تستطيع أن تعيبها فإذا هذا الحكم الشرعي تقوله بينك وبينها، بينك وبين نفسك، ولا تسمعها إذا كنت تخشى. أما إذا كنت ما تخشى شيئا فالحكم أن تسمعها من باب الرضا لها عن هذه المعصية الكبيرة. نعم. سؤال متعلق في الموضوع، مرة أيضا يقول إذا زارت أختها المسلمة وأرادت أن تغير ثيابها فهل لها التغيير في بيت أختها المسلمة؟ إذا كان مقصود تغيير الثياب الداخلية فقد فهم الجواب سابقا، لا يجوز الثياب الداخلية يعني تتعرى. لا، هي نفسها المرأة يعني تدخل إلى مكان ما في أحد فتنزع ثياب النظيفة هذه تلبس ثياب منزل، بس مو المكان في نفس البيت الغريب عنها؟ إيه ما يجوز هذا، معنى حديث السابق في غير بيت زوجها أو أبيها، هذا البيت ليس بيت أبيها ولا زوجها، فلا يجوز أن تعرض ولا يجوز أن تستحم. في بعض النساء من باب الصداقة والمودة تأتي المرأة من بيتها إلى بيت صديقتها فتدخل الحمام وتنزع الثياب وتستحم وتغتسل ولا ترى في ذلك حرجا، هذا خلاف هذا الحديث الصحيح. فلا يجوز للمرأة أن تتعرض هذا التعري خشية أن تفاجأ بما ليس من الحسبان، وخشية أن يهجم عليها بعض الناس، وقضية الهجوم على الخطف نحن نعيشه اليوم قريبا، فيمكن أن يقع مثل هذا إذا ما عرف بعض الناس مثل هذه الخلوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. الحمام حمام البيت أم حمام السوق؟ كانوا قديما وإلى اليوم في بلاد الشام موجود هذه الحمامين، بناية ضخمة وفيها ماء بارد وماء ساخن، وللنساء يوم أو أكثر من يوم خاص يدخل له ويستحم فيه ويتعرين تماما. هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام في ذاك الحديث، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته أي زوجته الحمام، يعني حمام السوق، ومثل حمام السوق حمام غير بيتها. المهم أنها لا يجوز لها أن تتعرى في غير بيتها إلا إذا كان هناك محارم، فهذا كما سمعتم من نفس الحديث فهو جائز. يقول ما حكم أداء صلاة الجنازة في مصلى داخل سور المقبرة؟ أنا تعمدت هذا السؤال وإن كان سئلت أنت. السور موجود صار مصور على أرض ما كانت المقبرة سابقا. لقد بحثنا هذه المسألة من قريب والجواب باختصار أن هذا المصلى إذا كان ليس من الممكن نقله وإخراجه خارج سور المقبرة فعلى الأقل يجب رفع جدرانه بحيث أنه يصير المصلى مفصولا عن المقبرة فصلا تاما، وبحيث أن القائم هناك لصلاة الجماعة لا يرى شيئا من تلك المقابر.
لكن الحل الجذري هو إخراجه. وقد علمت بل شاهدت أنه ما شاء الله عندكم أراضي واسعة وبيوت أقل إنسان منكم يتسع لعديد من بيوتنا في بلاد سوريا. إذا كان من الممكن وهذا ممكن أن تقتطع أرض بجانب المقبرة خارج المقبرة ويتخذ مصلى للجنائز ثم تؤخذ الجنازة إلى المقبرة من أقرب طريق. هذا هو الحل الجذري لهذه القضية. نعم. وقال ما حكم من رضع هذه امرأته بعد ولادتها؟ هذا السؤال كثير ما يقع فيه الناس الآن. لا يترتب منه شيء، لأن الحليب الذي يحرم إنما هو كما جاء في بعض الأحاديث ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فالرجل حينما يشرب من حليب زوجته لا يؤثر فيه، فلا ينبت لحمه ولا يشد عظمه ولا ينشزه، فلا يعني لا رضاعة في هذه السن إطلاقا، وبعد ذلك ليس هناك حرمة، إنما قد تتقزز بعض النفوس من مثل هذه الرضاعة. يقول هل مفاح اليد أو ما يسمى بالاستمناء أو العادة السرية حلال أم حرام؟ وهل توجد أدلة في هذه القضية؟ نحن نتمنى في هذه المسألة قول الإمام الشافعي رحمه الله الذي ذهب إلى تحريم الاستمناء مستدلا بقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى صرف شهوته بغير طريق الزواج والتسري يكون عاديا باغيا ظالما لنفسه. يقول حكم العقيقة عن الكبير وهل الذي لديه عدة أبناء لم يعق عنهم يبدأ بنفسه من ثمهم؟ يبدأ بأولاده، يعق عن أولاده قبل كل شيء لأن هذا هو الواجب عليه. أما العق عن نفسه فهذا كان واجب أبيه، وربنا عز وجل يقول أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الولد الذي صار أبا لولد لا يحمل وزر والده الذي ما عق عنه حين ولادته، ولكن من السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة، فهذه السنة هي استطاع أن يحييها بعد أن عق عن أولاده الذين ما عق عنهم، وهذا هو النظام. لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع وذلك في اليوم السابع، فإن يعني كان العور في اليوم الرابع عشر وأخيرا في الحادي والعشرين. فإذا استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل إهمالا وتكاسلا فقد فاته العمل كالذي يخرج الصلاة عن وقتها. أما إذا كان فقيرا أو كان في ظروف مثلا سفر أو ما شابه ذلك مما لا يتيسر له القيام بهذا الأمر، فحينما يتيسر له ذلك فعل على المنهاج الذي ذكرناه آنفا. يقول ما حكم من يجد في نفسه صفة الحسد وهو عدم حب الخير للناس ولكنه يدعو الله أن يزيل عنه هذه الصفة؟ هل توجد أساليب أخرى تساعد هذا الشخص؟ لا نعلم في هذا الذي ذكره السائل نصه، ولكن يدعو الله عز وجل بقلب خاشع خالص عسى الله عز وجل أن يستجيب له. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث ولعله من أحاديث ثابتة فإن ذاكرتي الآن غير مستحضرة
بمرتبته، وإذا حسدت فلا تبغي، أي خلي حسدك في نفسك ولا يحملنك هذا الحسد على الاعتداء والبغي على ذاك المحسود، فإن مثل هذا الحسد يكون يعني وزره خفيفا جدا على صاحبه. فإذا أمام سبيلين، السبيل الأول هو ما أشار إليه من أن يدعو الله عز وجل على النحو الذي وصفنا، السبيل الثاني أن يجاهد نفسه ولا يبغي بسبب حسده على المحسود. ومن ذلك مثل ما اليوم تباحثنا مع بعض إخواننا أنه زيد من الناس عنده كتاب فيه علم مفيد فطلبه فلان، هذا أن يعطيه إياه، لا لأنه يخاف أن يستعصي به أو يخاف أن يمزقه، فإنما حسدا. هذا الحسد هو الذي فيه البغي وفيه الاعتداء وفيه منع الخير عن أخوه المسلم، فمن كان يشعر بشيء من هذا الحسد فليجاهد دواه ويعطي مثل هذا الكتاب لهذا الطالب له ليتفقع فيه. نعم. يقول هناك حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، كيف يفسر أو كيف يفهم هذا الحديث إن كان صحيحا؟ الحديث ضعيف السند فلنسترح منه. هناك أثر من علي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد نقل الحافظ ابن حجر قولا عن مالك أن المراد بذلك الصفات، فهل هذا الأثر صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فما المراد بذلك الأمر؟ يقول كلهم كان صحيحا. الحديث صحيح أو الأثر هذا صحيح موقوفا على علي رضي الله عنه، فقد رواه البخاري متصل الإسناد إلى علي رضي الله عنه، فهو صحيح لا روي فيه. أما المعنى المقصود به فهو أنه يجب ألا نحدث عامة الناس بشيء لا تتحمله عقولهم، وليس من هذا القبيل كما ذكر عن مالك أن نحدث الناس بآيات الصفات وأحاديث الصفات أو أحاديث الصفات، لأن معنى هذا ألا نحدث الناس بآيات الصفات، وهذا لا يقوله من هو دون مالك بمراحل فضلا عن أن يقوله إمام مالك إمام دار الهجرة لا سيما. وفطرة الناس عامة الناس أقرب إلى العقيدة السلفية في هذه القضية من المثقفين المتأثرين لهذا الكلام، لأن عقيدة السلف هي باعتراف الخلف أسلم، فكيف يقال بأنه لا ينبغي أن نحدث العامة بالعقيدة التي هي أسلم؟ فهذا المثال لهذا الأثر غير مطابق له ولا هو المقصود مثله منه، وإنما نأخذ مثالا له ما رواه البخاري نفسه في ظن أنه في هذا الباب، أن معاذ رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا أبشرك يا معاذ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون إن لم يتكلوا، دعهم يعملون. فقول الرسول عليه السلام لمعاذ وتبشيره إياه بفضيلة هذه الشهادة، هذه الكلمة الطيبة، أن من قالها مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، قد يفهم بعض الناس
كما هو الواقع في كثير من البلاد خاصة عندنا في سوريا، أنه خلاص ما دام هو بيشهد لا إله إلا الله دخل الجنة ترانزيت، لا حساب ولا عذاب. بينما ليس المقصود من هذه الشهادة التي لها تلك الخبيرة هو أن من قال بها مجرد قول أنجاه الله من النار، بل لا بد أن يؤمن بها، ثم الإيمان بها لا بد أن يتقدمه معرفة معناها. ونحن مع الأسف الشديد لا نزال نجادل جماهير المسلمين في تفسيرهم معنى هذه الكلمة الطيبة، فإنهم يفسرون ولا يزالون تفسيرا ناقصا، يقولون معنى لا إله إلا رب، وهذا تفسير خاسر. ولا أريد أن ندخل في هذا الموضوع، لأنما المعنى لا إله إلا معبود بحق إلا الله. فإذا عرف المسلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة ثم آمن به جازما من قلبه، هذا بلا شك كما قال عليه السلام في حديث آخر: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من داره. لكن من مستلزمات هذه الكلمة الطيبة أن يعمل بمقتضاها، ومقتضاها العمل على الأقل بالأركان. فمن عمل بلوازم هذه الشهادة حرم الله بدنه على النار تحريما مطلقا، هذا المعنى الصحيح الكامل. أما إذا قصر في قليل أو كثير من العمل بلوازم هذه الشهادة فهو أمره إلى الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات هذا الموحد القائل المؤمن بهذه الشهادة أنجته من الخلود في النار، لكن لا تحول بينه وبين يدخل النار بسبب ذنوب كان قد اقترفها أو أصابها. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ففهم هذا النص كثير من الناس يسيئونه، لذلك لما استأذن معاذ لرسول الله في أن يبشر الناس قال له: لا، إلا أن يتكلوا دعهم يعملون. فهذا المثال صادق لأثر علي كلم الناس على قدر عقولهم. فالناس أو الأشخاص الذين يفهمون منك إذا بشرتهم بهذه البشارة النبوية خلاف المعنى الصحيح فلا ينبغي أن تحدثهم به، إلا أن تحدثهم وتشرح لهم المعنى شرحا كاملا، بحيث أن هذه الشهادة حينذاك إذا ما عرفوها زادتهم إيمانا على إيمانهم وصلاحا على صلاحهم. ثم هذا نرجو الله عز وجل أن يطيل هذه اللقاءات وأن يتحقق منها وأن نوفق جميعا كما قلنا إلى التزام هذا الطريق الصحيح، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا وليمتنا على هذا الطريق، ولعل في هذا الذي سمعناه وفيما قبله يجعل الإنسان الذي يتمسك بطريق السلف الصالح رضي الله عنهم ويسير في هذا الطريق يجعله يفخر باعتزاز على أنه ما جرى بشيء جديد، وإنما هو على نهج السابقين من الصحابة والتابعين يسير. ونسأل الله عز وجل إلى التوفيق. جزاك الله خير.